يا ترى غزه اتاخرت ليه كده؟ ايه غزه اتاخرتي كده ليه غزه؟ بصي يا تامر. في ايه يا حبيبتي؟ في ولد بتاع كره السله قلب قلب اللعبه بجاني قلب 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 اللعبه بجاني كابتن. نعم. عايز العب يا كابتن. فلوس ماشي خد يا عم ما جاتش حظ اهو هدي فلوس اديتك اديني يا حبيبتي اديني الحساب بقى حساب ايه؟ امشي بنت اضربك يا بنت استعبطها ولا ايه؟ اهو بنت تعبانه يا بنت امشي يا بنت اتجني يا بنت اتجني ايه ده؟ ما يسوب علينا ولا ايه؟ ضحكت عليا كابتن قلب قلب اللعبة كابتن لا عايز العب خمس لعبات خمس لعبات ماشي اول لعبة كابتن نعم انا عايز العب خمس لعبات فلوس اتفضل انا معيش جنيه فعطيت لك ال 100 جنيه في الاخر بقى اخلي البال ماشي ماشي العب يلا اخلي البال يلا خلي العب لما خلص اللعبه بس هديك البال اجاتشي يلا خلصت خلصت خلاص كابتن نعم انا عايزه البال بيه البال انا اعطيت لك الفلوس عايزه البال فلوس اللي هتقول اعطيت لك 100 جنيه امشي بيت عشان مضربكيش امشي انا اعطيت لك الفلوس هات الباقي استعبطت ولا ايه؟ في ايه يا كابتن؟ على فكره اعطيتك ال 100 جنيه وقلت لك انا عايزه الباقي 100 جنيه انت كمان انا اعطيت لك على فكره ب 100 جنيه انت كذاب على فكره دي 95 جنيه امشي انا هقول لماما على فكره امشي بيت اخوفكم انتوا ايه ده؟ شوف عليا ولا ايه؟ 5 جنيه بس تسبوا عليا بس انا خايف انا اروح عند مامتك واقول لها اللي حصل بس ماما هتقولي الفلوس وقعت منك وهتزعقلي ما تخافيش انا قلت لك اروح عند بيتك واقول لمامتك اللي حصل ماشي يلا تعالي يلا يا ترى غزه اتاخرت ليه كده ايه غزه اتاخرتي كده ليه غزه بصي يا تامر في ايه يا حبيبتي في ولد بتاع كره السله قلت له انا عايز العب خمس لعبات اعطيته ال 100 جنيه فهو قال لها لا امشي يا بنت خوفها بتعبان وانا جنيت ما رضيتش اديها 95 جنيه طب ما تخافيش يا حبيبتي انا هاجي معاكي وهجيب لك حقك منك يعني انت مش هزعقيني لا يا حبيبتي انت مالكيش ذنب هو اللي ضحك عليكي مش انت خايفه قوي تضربي لا لا يا حبيبتي ما تخافيش يا زوزو يا حبيبتي انا هلف واجي معاكي استني ماشي يا ماما تعالي يا حبيبتي فين المكان ده؟ طب تعالي عشان اتمنى تمام ممكن تيجي معانا؟ طبعا طب تعالي يا ابني انت زهقتنا ايه الوضع ده؟ يلا اللعبه بجاني اللعبه بجاني هو ده يا ماما هو ده يا لو سمحت نعم دلوقتي غزل جت تلعب عندك صح؟ خمس لعبات كده الاقي باقي فلوس عطاك 100 جنيه فين الباقي؟ بص ظن هي ملهاش باقي لعبت خمس دورات وما عدتنيش ولا جنيه ليه ما عطيته فلوس؟ عطيته فلوس يا طنط انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه ايوه بعد اذنك نعم انا عايزه الباقي بعد اذنك بعد اذنك انت يا دي عندي 5 جنيه ودي ما عندكيش حاجه يا غزه كان وقعت منك يا غزه في الساكت لا ما وقعتش منها يا طنط لا يا ماما انا اعطيت له 100 جنيه ايوه شفتها بعينيا يا ماما بس انا اعطيت له 100 جنيه متاكده ايوه يا ماما انا مش بكذب عليكي طب هي بتقول لي ما بتكذبش عليا فين الفلوس؟ فين يا طنط؟ بص يا ماشي 5 جنيه يا واحده اهي انا متاكده من دي يا غزل وعد منك ولا لا؟ لا يا ماما اسمعيني معايا يبقى هي وعد منك لا 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 يا ماما خلاص انا قلت كده انا اعطيت له 100 جنيه خلاص شكرا مش عايزين منك لا يا وعد ايه طب عايز 5 جنيه؟ طب معلش انا نزلت من البيت من غير فلوس هرجع اجيب لك فلوس واجي لك تاني ماشي يا ماما انا اعطيت له 100 جنيه يا ماما خلاص تعالوا معايا بس عايزاكم اسمي حرام اسمي حرام انا مش بكذب على فكره انت اللي بتكذب
خلاص كذابة. ما بعد اذنك بعد اذنك ما تغلطش فيها. انا حضرتك هجيب لك فلوس، هجيب لك الخمسة جنيه. عايز فلوسي. ما خلاص ماشي تعالي يلا. وقعت الفلوس؟ لا يا ماما. انا ما انا وقعت الفلوس وما وقعتهاش. ايه ده؟ ضحكت عليها. صالح 100 جنيه ضحكت عليها. 100 جنيه يا طنط. ايه يا امي؟ يا طنط انا متاكده تعرفي الولد ده حط ال 100 جنيه بتاعت غزل في جيبه. انت متاكدين من الكلام ده؟ ايوه متاكدين يا ماما. انا ما اكذبش عليكي. طب بص اقول لكم على حاجه. نعم يا ماما. انا جات لي فكره صغيره. ايه؟ هقول لكم عليه. ماشي. هنكشف بقى حقيقة الولد ده. والله؟ والله. تعالوا معايا بس البيت. طب يلا. ماما. نعم يا حبيبي. عاد انا ب 5 جنيه. ماشي. واكل البيت. ماشي يا حبيبي. 100 جنيه. 100 جنيه ماشي. هي يا رزق. خد يا حبيبي العب. ما جاتش، العب تاني. خد يا حبيبي. قول يا حبيبي. ايه ده؟ انت فين يا حبيبي؟ السله هنا. انت يا حبيبي الثبت ده؟ ايوه سله يا حبيبي. ثبت ايه؟ ايوه. عمو ايه يا حبيبي؟ عادي البيت. بيع يا حبيبي. انت هتدي فلوس؟ هل انت عامل كده يا صالح؟ امشي يا امشي. تعالى يا يس. خد انت ليه بتعمل كده؟ انا قلت بنتي واقع منها الفلوس بس ما وقعش منها حاجه. انت كداب. حتى انا صورتك. بص كده. انت ولا مش انت ده؟ ده انا. ليه بتعمل كده؟ اصل يا طن جوز امي لو ما جبتلهوش اكتر من 500 جنيه مش هبيتني في البيت وهيضربني. طب بعد اذنك انا عايزه الفلوس اللي انا غزه اعطيها لك وابني اعطيها لك. خد يا طن. هات. وكمان ما تعرفش ان الكذب حرام؟ خلي بالك. نعم. انا عديتها لك. غيري مش هيعديها لك. ممكن يضربوك وممكن يعملوك مشكله كبيره عشان كده حرام. معلش يا طنط. ما تعملش كده تاني. حاضر. عشان كده حرام. حاضر. اوعى تعمل كده. اوعى. حاضر يا طنط. بس هو انت مش في المدرسه؟ لا انا جوز امي. مش شايفك ان الكذب حرام؟ تعرف لو انت كدبت بتخش النار؟ انا جوز امي ما علمنيش. انا بصراحه مش هقدر اساعدك بحاجه عشان اللي انت بتعمله ده حرام. لو انا ساعدتك المره دي انت هتضيط فيها ومش هتكمل مش تمشي صح. غصب عني ولا لازم حد يفوقك من اللي انت بتعمله. طب فين مامتك؟ مامتي ماتت عند ربنا. يلا بينا يا ولاد. بعد اذنك ما تعملش كده تاني. يلا يا جوز امك قول له انا مش عايز اعمل كده ممكن يضربوني في الشارع. تعالى يا يزن. يلا يا ماما. تمام مليت. لو رحت لجوز امي هيضربني. انا هروح له واقول له مش هشتغل عندك تاني. هو مسح عربيات. انا كنت نفسي امسح عربيات صح. انا هروح له واقول له مش هشتغل عندك. انا امسح عربيات وبمزاجي عشان انا اسد. انا اسد. ماشي. حياك. ماشي. تاني معاك هنا. ايه الولد؟ روح لامك انا حبيبي. روح لامك انا. انا همشي بقى. خليك انت دلوقتي. ياما انا همسح. ارجع همسح حريات ياما. يلا يا ماما وزنك.